خد لشوف، هي آخر كاسة. ها معدتك صغيرة صارت مليانة عصير وما أكلت رز، مو هيك؟ بدك تخلصهم وإلا بتجيب أولاد على العدد اللي بيبقوا. شو يعني هالحكي؟ كانت أمي تقلي هيك بصغري، بس كنت صدقها وآكل. يعني كنت تاكلي كل الرز يلي بالصحن؟ مو كلهم، بس كنت أترك حبتين رز. يعني أنت بتحبي إنه يصير عندك ولدين؟ هلأ لا تغير القصة، خلص الكفتة يلا. هلو؟ أنت كم ولد بتحبي يكون عندك؟ إيه لأ، ليش كل هالأسئلة يا ولد؟ لتكون حابب يصير عندك أخوات؟ طبعاً أنا ما بدي أولاد لأنه أنت ابني. صراحة أنا حابب كتير إنه يكون عندي إخوة مشان نلعب أنا وياهم بالألعاب يلي بحبها ونكون مبسوطين، بس أنا وحيد وما عندي إخوة. بدر لا تقول هيك لأنه عم تزعلني. بدي بنت وصبي. إيه أمرك بنت وصبي، هيك بتكون مبسوط؟ إيه أكيد. بس هلأ مو وقت التفكير بالولاد يا روحي، لأنه مخي مشغول بالزواقين بكرة. شو يعني زواق؟ بيقولوا هيك عن اللي بيدوقوا الأكل واللي بيميزوا بين الطعمات. معناته كمان أنا زواق. معناته يلا قول لشوف، شو رأيك بالكفتة اللي أنا بساويها؟ بصراحة كتير طيبة. خلص الأكل. مرحبا، كيفكن اليوم؟ صحتين وعوافي ويعطيكن العافية على هالمكان الحلو، كأنه أنت مديرته. عرفت هالشي من طريقة لبسك وقعدتك. بعتوني من الطاولة اللي حدكن وقالوا لي إنه في ولد معكم بيحب الفضاء هون. إيه أنا. أنت لكان، معناتها هي الهدية إلك. قالوا لي يمكن في جواتها تلسكوب. من جد شكراً كتير عمو، كأنه كبير مو؟ إيه طبعاً كتير كبير، وهذا رح يخليك تشوف عيون القمر بوضوح أكتر. ماشي؟ خلينا نفتح لكان. بس هذا المكان مو مناسب للتلسكوب، خلينا نروح على مكان مرتفع بلكي منشوف منه الغيوم والنجوم والقمر. شو رأيك؟ على فكرة أنا بعرف هيك مكان. إيه يا سلام، القمر حلو لما يكون بدر. بدر تعال شوف. القمر كتير حلو وكبير يا عمو. يعني إذا دققت شوي فيك تشوف المكان يلي مشوا عليه رواد الفضاء. بكير على هالمعلومة. طيب خالو وين المريخ؟ وين المريخ؟ والله هالسؤال صعب، هات لندوه. تعا شوفه، أكتر واحد ضاوي. ليه بيضوي كتير؟ لأنه المريخ هو أقرب كوكب على الأرض يا خالو، لهيك منشوف الضوء تبعه أقوى من غيره. أنا حجزت مكاني هنيك، رح أروح على المريخ. أمانة عمي، خدني معك. باخدك، رح يحبونا الفضائيين كتير ويلعبونا معهم. عزيز حاج تعمل هيك بالولد؟ روحي بدر، عمك خياله واسع، لهيك لا تسمع كلامه وما تصدق هالحكي. بس أنا هلأ بوعدك، إذا بيوم صار فينا نروح على المريخ أنا رح أروح وآخدك معي. أنا عم أحكي خيال علمي، لأنه ما بنعرف شو ممكن يصير لبكرة. الأرض بتدور بسرعة كبيرة وكل شي بيتغير، ويلي بيكون مستحيل بيصير ممكن فجأة. برأيي الواحد ما لازم يبالغ بالحلم، إذا ما كان قريب من الواقع ما بيتحقق. إيه بس الحلم بهالطريقة بيصير ممل. أنا بحب بالغ بأحلامي، بآمن فيها وبحسها رح تتحقق بشي يوم. حياتي شكرا كثير، انا متوتره كثير سعيد. ليش؟ ما بعرف، يمكن لاني بدي اتعرف على رفقاتك توترت بهالطريقه. ما في داعي انه تتوتري بنوب، واساسا رفقاتي مانو نكتار، يعني شي 4-5 اشخاص، متاكد رح يحبوكي. اذا في شي لازم اعرفه عن رفقاتك خبرني احسن ما خبص بشي موضوع. لا ما في شي ابدا، بدي اياك تضلي مثل ما انت ماشي. أنا بالعادة بتأقلم مع هيك جو دغري، بس يمكن متوترة لأنك بدك تقدمني على أني حبيبتك. فتون،
لو سمحتي اهدي، رح تكون ليلة حلوة كتير. تمام. ليكن؟ هنن؟ عن جد؟ رح أفتح الباب. طيب قوم يلا. يا ربي شو هالغباء؟ ايه، وهلأ عرفت وين المريخ وشو هو الدب الأصغر والدب الأكبر؟ ايه طبعاً عمو، أكيد عرفت، بس في شي تاني، أنا حابب صير بالمستقبل رائد فضاء. ممتاز، خلينا نقول مهندس فضاء خالهم مشان يكون المصطلح أوسع شوي. ومهندس الفضاء شو بيساوي خالي؟ بيصنع الصاروخ اللي بيروح على الفضاء. يعني بيروح الفضاء إذا بده؟ لا، هذا بيضل هون على الأرض. معناته ما بدي، لأنه أنا بدي صير رائد فضاء لأطلع لهنيك. بتعرف انه هاد كان حلمي لما كنت صغير، وانا كمان. لك شبكن كل عائلتكن مهووسة بالفضاء؟ ايه طبعا، ما بتعرفي انه سلالتنا جاي من الفضاء؟ انتي شو كنتي حابة تصيري؟ انا يا سيدي تفكيري كتير كان مشوش، كنت حب صير راقصة بالي، بس تراجعت بسرعة عن هالحلم، وبعدين قلت بدي صير معلمة، وكمان غيرت رأيي بالقصة، قلت رح أكون طباخة. حبيت القصة بالأول وتراجعت عن الفكرة، حبيت صير شوفير تاكسي، بس لما شفت أهلي مصدومين تراجعت عن الفكرة كمان، وبعدين قلت لحالي خلص رح صير طباخة أحسن شيء. منيح إنك صرتي طباخة، وإلا ما كنا تعرفنا عليكي. بدر معه حق، لو ما كنتي طباخة ما كنا تعرفنا عليكي. كنت تعرفت عليكم بطريقة تانية. ما قلت لي ليش بدك تصير رائد فضاء يا خالو؟ لأنه عمره كان هديك المرة قال لي إنه أمي وأبي كمان عايشين فوق بالسماء وهنن هنيك بين النجوم، أنا بدي صير رائد فضاء مشان روح دور عليهم. برأيي أخده على تخته بلا ما يبرد، وأنا لازم روح على المطعم. وأنا طالع كمان. بوصلك؟ أي بروح معك. رح أترك لك كم قصة خيال علمي، بلكي بتشوف النهايات غير المتوقعة. خليهم إلك، ما بهتم بقصص ما بتشبه الواقع تبعي. الحق معك، مكوكي الفضائي تحت ورحلتنا بس بتستغرق 30 ثانية. ايه بس لسه ما اخترعوا السفر بالضوء لحد هلأ. بكوكبنا فيه، بس بالأرض لسه ما تطورت الأمور لهي الدرجة. تصبح على خير. تلاقي الخير. تفضل، هذا هو مطبخنا. عن جد كتير حلو وموجود فيه كل شيء. ايه منيح الحمد لله. دق على الخشب. براق انت ليش عم تجلي؟ لما شفت الجلاية تعبت، يعني قلت لحالي ما رح استنى، رح اجليهم انا. ما تتعب حالك، لساتك جديد، ما بدي تتعب من اولها وتمل بعدين بتتركنا. طيب. انا اكله هم عيلتك. كلك ذوق، يسلم، انا بتشكرك. مرحبا. اهلين. بالاذن. تعرف انه هاد مطبخي السري، أصحك تعطي أسراري لحدها؟ حابب كون شريك بهالجريمة. بالله جد؟ عن جد عم أحكي. وين تياب الجري؟ ها؟ البسي هاي. طالع طقم مع الكفوف. ما أنا صدفة مطبقتهم. أنا رح أجلي وأنتي بتغسليهم وراي بالمي. يسلموا إيديك، لأني ما بحب الجلي بنوب. أعطيتك الشغلة السهلة. هيك بيلبسوهم؟ صدقيني ما انتبهت، لبستهم بالمقلوب.
تتلوث بالرغوة. ايه براق؟ الو ديما خانو، اجت الانسة نازلي هلا ومعها عزيز بيك كمان، وبعتتني على البيت قبل ما خلص شغل. طيب عرفت لي شو هي الاكلات يلي رح يقدموها بكره بالمطعم؟ ايه عرفتها، ببعت لك اياها برساله اذا بتحبي. ممتاز، يلا بعتها فورا، وبعدين انا بخبرك اول باول شو لازم تعمل براق. حبيبتي نازلي خانو، رح نشوف بكرة كيف قصة هالمطعم تبعك رح تخلص قبل ما تبلش. Rüzgar bir yaprağa benimsin dediğinde patlayan bir yanardağ sönmez dur deyince bıçak kadar keskin bir şey var içimde nefesimizi bile keser. Rüzgar bir yaprağı benimsin dediğinde patlayan bir yanardağ sönmez dur deyince bıçak kadar keskin bir şey var içimde nefesimizi bile keser yüz yüze gelince. لك ما بعرف نازلي، لك توترت من ايدي حتى حسيتهم كتير طوال وما عاد أعرف وين بدي روح فيهم. يعني مو ضروري تتوتري بسببهم. طيب خبرتي إنك كنتي مزعوجة، هاتي لأشوف أحكي. لا ما خبرته. شو بدك يعني قل له؟ يعني قل له حبيبي سعيد أنت طلعت غني كتير وأنا ما كنت متوقع أنه معك مصاري لهالدرجة. لا مو هيك، ليك هيك بتقولي سعيد أنا قلقان كتير لأنه أنت غني. تمام، أنت شايف أنه وضعي المادي بيسمح لي كون معك حق، مو ظابطة أبدا. أنا عم أقول إنه سعيد مانو الشخص المناسب. إيه مو لهالدرجة يا نورمان، لك شو صار لك؟ موتيني رعبة. أنت عن جد جنيتي. ليش بقى؟ ليش؟ أنا رح خبرك ليش. الشاب غني وحلو كتير كمان، وغير هيك بحبك وأكيد رح يفكر فيكي بشكل جدي. هي إذا ما فكر فليش متوترة؟ نورمان انت ما بتفهمي علي. طبعا انا دائما ما بفهم هالشي، بس بنظركم انتو كيف بدك ترفضي هالشاب؟ ماني عم بعرف، هالشاب فيه 100 شغله بتقلك انا الزوج المثالي. نورمان لك انت ما عندك جامعه اليوم؟ عندي، بخلص اكل وبعدين بروح. اي يلا قومي على الجامعه، اللي اكلتي لهلا بكفي. يلا روحي، يلا مثل امبارح سيلفي بالدرس وبتبعتي لي الموقع. يلا أنا شبعت. استني أنا رح حل القصة، بخترع لك سيناريو بتشوفي. سعيد أنا وضعي المادي، وضعي لازم فكر بالسيناريو منيح. لك يلا يا جماعة شو صار بلحم العجل؟ يلا يلا بسرعة، شو صار؟ معكرونة. يلا الزباين ما عم ينتظروا بسرعة يا صبايا. هبي قوية بسرعة. يلا هات بسرعة الفليفلة لا تحرقوها. قديش عطل مؤقت؟ شبك صافن رد علي. 10 دقايق و48 ثانية. إذا اعتبرنا أنك لرديت علينا أخذت 8 ثواني، منكون جهزنا لحمة العجل والمعكرونة ب10 دقايق و40 ثانية. برافو عليكم. برافو. أحلى فريق، الله يقويكم يا شباب. جيتار ممتاز، والله إنه جيتار لقطة، الحمد لله. شو هاد؟ والله أنا حاسس حالي رجعت ولد صغير يا
اوف. بسكليته؟ شو هاد؟ ليش هو هيك معلقة على الحيط؟ يا ربي شو صار؟ شو عملت أنا؟ هيك تمام. الغطا خربان عم يطالع صوت، يمكن مكسور او في شي برغي مصدي. رح احط له زيت. معقول ما في زيت؟ بده يضل عندك بدري اليوم؟ طبعا ما برجعه لعند ركان لحتى اتاكد انه بريء، وما بظن انه رح يطلع بريء. ماشي، بس ليش لحتى ما يروح معي؟ يعني خليه نام عندي هالليلة. في نظام وماشي عليه عندي، وأنا بحط له نظام. غرفته بتجهز اليوم وفيها كل شي بيلزمه، يعني ما في داعي تلبك حالك بهالقصة. ايه والله خلاص انسى الموضوع. اجا خبر من موقف سيارات، هذا الموقف اللي وقفت فيه سيارة أمير يوم الحادث. مو نفسه اللي حكيت معه من قبل؟ مو هو، هذا واحد تاني غيره. أمير راح يشتري غراض من السوق قبل ما يروح على البيت بوقتها، وطبعاً اليوم لحتى عرفنا. في زلمة موظف هنيك شاف واحد نازل تحت سيارة أمير. ايه؟ ما قال له شي؟ ما حاول إنه يتدخل؟ معقول؟ بلا شك فيه، بس لما راح سأله قال له وقعت لعبة ابني تحت السيارة. الزلمة لما شاف صورة السيارة اليوم تذكر وخبرنا فوراً، لأنه تأكد يعني. الكاميرات سجلوا؟ لا مع الأسف، هذا مركز تسوق كبير على الطريق، كبير كتير، الكاميرات ما بتكفي، وكمان في منا كانوا خربانين، ورغم هيك رح يشوفوا الشغالين. تمام، معناتها ابعت لي العنوان، أنا رح أروح. عم يقول إذا شاف الزلمة بيعرفه، أسمر، متوسط الطول، دقنه طويلة، هاي مواصفاته، بس كيف بدنا نعرفه؟ شوف يا رؤوف، الشرطة بلشوا يشكوا فيك وعم يدوروا عليك هلا. انت شو عم تقول يا بيك؟ شو بدي اعمل انا؟ قلتوا لي رح تحموني. انت ما قلت انك رح تعمل كل شيء مشان ما يضل اي اثر على السيارة بعد الحادث؟ ايه معناها مو كل شيء بنقوله رح نعمله يا رؤوف. الله يخليكم، لا تتخلوا عني. رؤوف، تتذكر شو قلت لك وقتها؟ قلت لك انتبه، انتبه كتير منيح، لأنه إذا عرفوا رح يطير راسك، وإذا طار راسك طار راسي، وإذا صار هيك بدي أخفي عيلتك عن وش الأرض، مو هيك؟ وهلأ أنا فيني شيل المسدس وحطه براسك وأوسك، وبعدين بحفر لك جورة بتفنك فيها، خلي قبرك هون يصير فرجة للعالم. شو رأيك رؤوف؟ ها؟ يا بيك لو سمحت. شو ما بتلقى مزح انت؟ لا يا بطل، معقولي انا اعمل فيك هيك؟ ها؟ انا من امتى كنت بيع رجالي؟ بس ركز معي، الامور عم تتعقد، لهيك عملنا خطه مشانك، رح نطالعك برات البلد عن طريق مهرب بعرفه، دفعت له مصاري وكل شيء جاهز، تمام؟ بشير، خود هالمصاري، بيفيدوك بالغربه، صرفهم، بعزك. الله يعوض عليك يا بيه. تمام تمام، بسيطة، يلا امشي. هلا اسمعني منيح، تطلع من هون مباشرة لعند الزلمة رؤوف، لا تروح ولا على أي مكان ولا حتى تفوت على حمام أوعك يا أخي، بتروح لعند الزلمة اللي رح يعطيك عنوانه بشير، وبعدين لبرات البلد، تمام؟ يلا لشو، يلا طير بسرعة. رجع رجع فاضي. أخيرا نتصلح، رجع أحسن من أول. برد الشاي.
يلا اجيت اجيت. طارق فاجأتني، انت شو عم تساوي هون؟ القصة وما فيها انه عزيز بيك كان هون لانه في طرد بده يوصل، وبنفس الوقت عنده شغل ضروري برات البيت، وبقيت انا هون انطر وهو راح على شغله، فاستغليت الفرصة وقلت في كم غرض بدهم تصليح وتظبيط، خلصتهم وقعدت من شوي. لازم بكل بيت يكون في شخص مثلك. ايه بعد اذنك، مثل العادة نسيت كاميرتي جوا، مشان هيك رجعت لحتى اخذها. اهلا وسهلا، تفضلي. شو هالخبرة؟ شو قالبها ورشة هون؟ لا بس غطى البيانو كان عم يطالع شوية صوت، فحطيت له نقطة زيت وتورطت وما عاد تخلص. فعلا هذا اللي صار والله. برافو طارق، عزيز كتير رح ينبسط إن شاء الله. مو معقول، بتعرف قديش صار له مكسور هالصندوق؟ ايه بعرف، شفته حاطه ببالي من زمان، قلت لازم صلحه أول شغلة، صلحته وخلصت من همه. طارق أنت شخص مزوق كتير، يا ريت الكل بأخلاقك. شكراً، تسلمي. وما تفكر إنه عم بالغ، إن شاء الله بتلتقى بالبنت يلي بتستاهلك وتقدرك وتعرف قيمتك وتحس بطيبة قلبك. إن شاء الله، الله يسمع منك ولاقي نصيبي. مو مزبوط، ما بوافقك باللي عم تقوله، لازم أنت تدور على نصيبك لأنه ما رح تلاقي صدفة، ولازم تاخده وتمشي. لا مو هيك، يعني مو بالأمر السهل إنك تلاقي هذا الشخص يلي بيقدر إنه يشاركك كل شي بحياتك وعلى المرة قبل الحلوة. مزبوط كلامك، هذا رأيي وأنا مقتنع فيه. كانت ستي تقلي طارق ابني إذا كنت عم تحلم بشي وعم تتمنى هذا الشي إنه يتحقق وبدك حلمك يصير حقيقة، لازم تتمناه من كل قلبك، تمناه بصدق يعني، وقلبك ما رح يخونك. وأنا عم حاول أعمل بهي النصيحة، عم بتمناه بصدق كبير وإلا ما لاقي. لنصيبك. أي نصيبي صح. ها إجا الطرد يلي كنت ناطره. فريد بيك، إجا تليفون على الشركة من شخص مجهول ما عرفنا مين. طيب الشرطة ما بتكون عرفت مصدر الاتصال؟ مالهم أغبياء، بيكونوا اتصلوا من هاتف عام، والشخص اللي اتصل قال إنه جلال كان ورا الحادثة. إيه، وقال إنه كان بيعرف من قبل بس ما استرجع يحكي، وبعدين شجع حاله وقرر يقول الحقيقة لأنه شافك عم بتدور عليه وبدك تروح على بيته. تمام، لكن خلينا نخبر الشرطة. مو مصدق إنه جلال اللي عمل هالشي رايح لعنده. فريد طول بالك، خلي الشرطة تشوف أول شي. فريد يسلموا ايديك. صح محمد، ليك رتب هدول الكراسي والقائمة، لا تخليها على الطاولة بس يجوا الزباين بتحطها. يسلم. تمام. فتون، شوفي يا ريت لو بتصير معجزة كبيرة وتلتغى هالقصة. شو هالحكي نازلي، رح اعتبر حالي انه ما سمعت شي، هاي فرصة مهمة إلنا ولازم نعرف نستغلها. بتعرفي شو حاسة حالي؟ وكأني طالبة مدرسة وعندي امتحان وقاعدة عم ادعي من كل قلبي انه يلتغى هالامتحان فجأة وروح على شي مكان وانبسط. شو هالحكي اللي عم تحكيه نازلي؟ انت كتير شطورة بشغلك ولازم تطالعي مواهبك. صح مزبوط فتون، معك حق، رح اعمل كل جهدي ورح اشتغل وانا مبسوطة. صحيح، شو الفرق اذا كان عنا حجز واحد او اثنين او غيره؟ وخليهم بدل الزواق يكونوا خمسة. برافو، كفك. جاهزة نازلي؟ الضيف صار برا وناطرك. يلا امشوا نطلع. يلا. طبعا اكيد. دوريت بيك، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكي، تفضلوا تفضلوا على طاولتكم. ماشي. شكرا. تفضلوا 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 من هون. وصلنا على طاولتكم. تفضلوا، أهلا وسهلا فيكم. تفضل تفضلي. أهلين براق، معلش تعطيهم القائمة لو سمحت. لا طلبنا معروف، ما في داعي لقائمة الأكل. لحمة العجل مع الصلصة سمعنا إنه طيب كتير بمطعمكم. شكرا، هاد من ذوقك. وشو رأيكم ناخد أول شي المقبلات الباردة والسلطات؟ برأيي لا تسألينا أي شي، اختاري اللي بدك تقدمين لها لحالك، انت الشيف والكرة بملعبك. بشكر ثقتك وان شاء الله الاكل بيعجبكم. خذوا راحتكم. يا
يا شباب صار مثل ما توقعنا تماما، طلبوا لحم العجل مع الصلصة. هدول أربع أشخاص. أول شي رح نجهز مقادير الطبق، ومثل ما بتعرفوا نحن حضرنا هذا الأكل قبل بمرة، وغير هيك كنا عاملينه طيب كتير بطريقتنا الخاصة، لهيك خليكم مرتاحين ولا تتلبكوا. إيه وخلونا نقول شعارنا إيد واحدة. يلا يلا بسرعة غيروا لي الزيت، المسؤول عن شوي اللحمة يجي لهون. أهلين سعيد. فريد اسمع، الشرطة صارت على الطريق، لا تحكي مع الزلمة قبل ما يوصلوا. ماشي ماشي سعيد، بنحكي بعدين. سلام. وهدول صاروا جاهزين. جلال جلال، مين بيكون هذا الزلمة؟ قلي هذا الزلمة رؤوف اللي عطل سيارة أمير. انت اللي قلت له يعطلها؟ مو انا اللي قال لي. ما فيك تفوت هيك لعندهم، ما فيك تروح قبل ما احط لمساتي. خلصت، صار فيك تمشي. آسفة أخرتك. يسلموا موفقة. تفضل. شكرا. صحة وهنا. من هات
فريد بيك قلت إنه الشخص اللي ارتكب الجريمة هرب من ورا البيت، بس نحنا ما لقينا له أثر. حضرة المحقق يعني ما عرفتوا أي شيء؟ اللي بين معنا لحد هلأ إنه المخدور عامل بيشتغل بشركة جلال يلمز من زمان. هو اللي حرض رؤوف ولما عرفوا إنه ملاحقين خافوا والتقوا ليحكوا فتخانوا وقوصوا بعضهم وهي النتيجة. كلاب عديمي الأخلاق. ومعلومات اليوم كافية لتتسكر القضية؟ ما بعرف إذا رح نسكرها هيك، كل الأدلة عم تشير عليهم، رح أكتب تقرير باللي صار. عفواً هذا اللي بدي أوصل له حضرة المحقق، أنا بسبب هدول الكلاب اللي ماتوا تعرضت لإهانات، لا واتهموني تصور بجريمة قتل، وللأسف صديقي فريد واحد من اللي اتهموني كمان. إنك تلقي التهم على الناس البريئة شي سهل عندك ما؟ شو رأيك هلا؟ ها؟ شبك ساكت احكي يلا، ما عندك شي؟ فريد دوريت بيك، أنا ما بكتر ملح وفلفل للأكل، حط ملح وفلفل على الطاولة والزبون حسب رغبته بيزيد. عم قلك ما أقدر أدوقها، طعمة الملح طاغية على الأكل. شوفي الصحون مثل ما هي، حتى رفقاتي ما قدروا يأكلوا منها. لو طبق واحد كنا قلنا ما في مشكلة، بس حتى لحم العجل ما بيتاكل أبدا. تفضلي دوريت بيك، رح أغير لك الأكل. خلص خليني أرجع أطبخ من أول وجديد، محتمل يكون صار في غلط لأنه الكل متوتر. نازلي خانم، الشيف المحترف التوتر بيخليه يكون منيح أكتر ومفتح عيونه بالشغل وما بيسمح لهيك غلط يصير. وإذا كنت عم تقولي إنه الغلط صار بسبب التوتر فهذا بيعني إنه أنت وفريقك مو محترفين بما فيه الكفاية. وإذا بدك تقولي إنك ما كنتي متوترة بتكوني قدمتي كل شي عندك. بدك نصيحتي؟ لازم تدوري على شغل تاني. يعطيكم العافية، تفضلوا. كيف صار هيك شيء؟ لك كيف؟ لعمى الله لا يوفقه. خالو رح اشتاق لك. وأنا يا قلبي يلا تعال يا بدر، تعال يا بطل، اشترينا لك سيارة جديدة، تعال شوفها امشي يلا. اشتراها عمك راكان. أنا بتشكرك من قلبي لأنك ما فوتتنا بمتاهات المحاكم وما فوتت حالك بقصة بتعرف منيح أنك خسران فيها وما قاومت مثل كل مرة، عملت عين العقل. مو لسواد عيونكن عملت هالشي بس كرمال بدر ما يتعب مرة تانية. شو هالحكي؟ بعد اليوم ومشان ما يأثر شي على بدر أنا رح حدد لك الأيام يلي لازم تشوفه فيها حسب إذن المحكمة، وبظن إنه بس يوم عطلته بتقدر تشوفه. لازم تتحمل العواقب فريد. ديما، إذا فكرت تتجاوز حدودك رح أخذ كل الاتهامات اللي وجهتها لراكان وكل الضرب اللي ضربته يا بعين الاعتبار وامنعك تلمح بدر بكل حياتك. عم تفهم علي شو عم بحكي؟ ساوي اللي بدك يا فريد. ليك أنا وراكان عائلة واحدة وبدر منعتبره مثل ابننا بالضبط وهو جزء من العائلة وبدي اياك تحط هذا الشي ببالك، والمفروض يعيش مثل ما بدنا نحن ومثل ما منحب. بكفي تفاهات، خلاص وقتك.
ولكن نسيان الطعم السيء الذي تركه لحم العجل الذي طلبته بشوق نظراً لما سمعته. يا عيني عليك يا تحسين، يا عيني عليك. لا يستطيع الجميع النجاح بجميع المجالات مهما كان رجل الأعمال ناجح وجيد، فكأن فريد أصلاً قد دخل بطريق الغلط مع مجموعة هواة، ويبدو أنه سيستسلم في أول الطريق. وإذا كنت تريد أن تأخذ برأيي أنصحك أن تنسحب من السباق. قال ينسحب قال عن جد شي بفرط من الضحك. عائشة امري يا خانم. ليكي حبيبتي، روحي جيبي لي شوية ورد على المطبخ واعملي لي فنجان قهوة لأنه مزاجي تحسن كتير. رح أرجع أقراها. فظيع هالخبر، شو حلو. رح أرجع أقرا هدول. مهما كان رجل الأعمال ناجح وجيد، فكأن فريد أصلاً قد دخل بطريق الغلط. روقي نازلي، اشربي. لك والله أنا رح أموت. عم فكر ومو عارفانة وين الغلط اللي صار بالوصفة. أنا كيف ببعت الأكل قبل ما أدوقه؟ هالطبق حضرته أكتر من 100 مرة. خلص نازلي، ما رح نخسر من رأي واحد، لا تحملي يا أنتي. اللي حكاه كتير سيء بحقي فتون. فريد هلأ بيكون سأله شو هو رأيه. ماني عارفان شلون بدي حسن صورتي قدامه. نازلي اسمعي مني هالكلمتين، ما في شي مستحيل إذا في حدا معك بتوثقي فيه. شوفي هي أنا وفتون معك وما رح نتركك، لا تشغلي بالك. هذا من حسن حظي، لولا وجودكم جنبي شو كنت بعمل؟ أنا بالعادة ما بغلط لما بكون متوترة، كان كل شي على أصوله. شكلي ما خرج استلم هالمسؤولية الكبيرة، وماني قد إني استلم مطبخ كامل. يمكن ماني جاهزة لهيك شي. حبيبتي نازلي، حاش تحكي هالحكي اللي ماله طعمة، نحن منعرف شغلك ومنعرفك قديشك موهوبة. كل شي رح يكون أحسن. فريد نازلي، ممكن أحكي معك شوي؟ أنا بعترف أني فشلت باختبار اليوم. شوف الشيف اللي سلمت مطبخ عظيم شو ساوت فيه. نازلي بدي أحكي معك بموضوع تاني وخاص، فينا نحكي على انفراد؟ اجوا أخذوا بدل وأنا واقف عم اتفرج هيك بكل بساطة. معقول؟ لشو ما منعتهم؟ نازلي أنا عاجز أعمل شي، مليت وتعبت من الانهزام والانكسار بكل مرة. أنا ونورمان نتحمل المسؤولية. مظبوط، لأنه وجود بدر ببيت هداك الحقير رح يكون مسؤوليتك. بعرف أنك ما رح تقدر تسامحني، قدامي حقيقة بحياتي كتير مهمة، وجوده لبدر ببيته لهداك القاتل يمكن يخليني جن. تأكدي أني رح رجعه عن قريب، بوعدك بهالشي وما رح أكون خسران. شو رح تعمل يعني؟ تعرف أنه هنن صاروا عائلته قانونياً، المحكمة عطتن هالحق. بدي مساعدتك. كيف؟ بدي منك أنه تتزوجيني. بس لحظة، بظن أني مو مستوعبة الموضوع.
أو أنا ما سمعتك منيح. أنت قلت لي هلأ عرضت عليك الزواج نازلي، يعني فيك تقولي إنه هذا اتفاق بيناتنا. كيف يعني؟ هو الطريقة لحتى رجع بدر. بزواجنا قصدك؟ طبعاً ما رح يكون زواج حقيقي، هاي اتفاقية بيناتنا واضحة ومو بحاجة شرح أبداً. لا والله ما فكرت إنه ممكن يكون حقيقي، أصلاً مو ممكن. طيب شو رأيك؟ معلش تفهمني، يعني قصدي كيف هذا الاتفاق على الزواج؟ كيف رح يصير؟ فهمت، رح يكون في عقد زواج رسمي ورح نكون متزوجين فعلاً، والكل رح يعرفوا إنه نحن متزوجين، بس لما بنبقى لحالنا كمل. رح نتصرف عادي، أكيد مو كاتنين متزوجين. ليكي نازلي، هي الطريقة الوحيدة لحتى يرجع بدر، المحاميين هيك قالوا لي. احتمال رجعة بدر لعندي رح يكون كتير كبير في حال كنا متزوجين أنا وأنتي. ناطر جوابك هلأ. تقبلي تتزوجيني وتساعديني بترجيع بدر من عند القاتل؟ أنا بتوقع أنه هالاتفاق رح يكون مريح للطرفين، مو هيك؟ وليك عزيز اصحك تفكر لوهلة انه هدفنا من هالاتفاق افلاس شركة بوصلة، اساسا هي شركتنا وهالشي مو لصالحنا، ولهيك مستحيل تكون نوايانا منيحة. طبعا حبيبي، نحن عم نخطط لحتى نحسن وضعها ونطورها مو اكتر، بس مو قدرانين نعمل شي بالمرة لانه فريد واقف بوشنا وعم بحاربنا كل الوقت. تمام يا روحي، نحن هدفنا نبعد فريد اصلا عنا. واضح هالشي اساسا. نخلص من فريد اصلا، تعطينا اللي بدنا اياه منك وقتها بنترأس الشركه، وانت بتاخذ بدر، وبس صار بدر معك نظلي تيجي معك، لانه وين بيكون نظلي بتكون، مثل التسويق هيك الشركات بتساوي، تاخذ شغله وبيعطوك هديه. طيب خذوا راحتكم احكوا يلا. اسمعني ليك يا روحي، انت ما كان بدك انه نازلي وفريدي بعدوا عن بعضهم لهيك رحتوا عطيتوا هديك الفلاشة؟ فكر بكلامنا، بتشوف انه هاي هي فرصتك وانت المفروض تستغلها. في براسي مليون سؤال بس مو قدرانة اسألهم. اذا حابة اسأليني. بدي افهم منك ليش انا بالذات، يعني لأنه الكل مفكر إنه في شي بيني وبينك. تتذكري أول جلسة بالمحكمة؟ شكوا إنه في علاقة حب بيناتنا، وهن بسهولة رح يصدقوا زواجنا هاد. الموضوع مو بهالسهولة، الكل بيعرفوا قديش منختلف أنا وياك، ونتزوج فجأة إيه ما رح يصدقونا. مو ضروري تفكري بهالقصص، أنتي ناطر شي واحد هلأ، يا إيه يا لا. مجبورة توافقي نازلي. مجبورة؟ متذكرة سبب خسارتي لابن أختي؟ اعتبريها فرصة إليك ولأختك مشان سامحكم. إذا وافقت على الزواج ممكن تسامحني قصدك؟ ما قلت إنه رح سامحك، قلت بعطيكي فرصة. أكيد ما رح سامحك لأنك تزوجتيني، بس ما عم أفهم كيف بدي أتزوج من واحد مو مسامحني ومعصب مني، وين المنطق؟ مجبور أعمل هيك مشان بدر، ولأنك بتعرفي وضع راكان، كمان بدر بيهمك أمره شوي. بس لحظة، شو يعني بيهمني شوي؟ انت بتعرف قديش انا بحبه، هذا الولد مثل ابني. بس انت هلأ عم تحكي عن زواج، لأو زواج وهمي كمان، يعني انا هلأ مو حابة فوت بكذبات جديدة فريد، ومعروف الكذب نهايته مو حلوة. انا قدمت لك عرضي، الشروط واضحة وناطر قرارك. انا لازم فكر شوي بهالقصة. فكري، لا تنسي إنه ما معنا كتير وقت، معك لبكرة لحتى تقرري. حبيبتي نازلي، بتحبوا أعملكن قهوة أو أي شي تشربوه؟ لأنه شكله حديثكن طويل حسب مو شايفة. لا شكرا فتون، كنت قايم روح. يلا بخاطركن. Thank you.
كنتوا عم تحكوا؟ هاي أنا هون نازلي، أنت منيحة؟ إيه منيحة، تأخر الوقت خلينا نضبط طاولات ونروح على البيت. إيه اللي شو رأيك عزيز؟ رح توافق إنه نكون الوكلاء على الأسهم الموجودة باسمك بالشركة؟ عزيز ليك، بعرف إنه في حساسية بينك وبين فريد، كلنا منعرف هالشي، وهي مو مجرد حساسية، هي حرب علنية. إذا أنت كنت واقف بصفنا رح نكون أقوى. وقتها منقضي على فريد، منطالعه برا، ونحن منترأس الشركة، وأنت بتاخد نازلي وبدر. ليك القرار بيرجع لك، يا إيه يا أما لا. لا أنا مو بحاجة لهالقصص لحتى أكون أنا ونازلي سوا. عزيز لو كنت واثق انه فيك تاخدها منه ما كنت عطيته الفلاش. هاد شي وهاد شي تاني ركام. انا قررت العب هاللعبة بطريقة تانية. انتو رح تكونوا مبسوطين ونازلي رح تختار. تمام يلا خلونا نرتاح شوي، هالكم يوم اللي مضوا كانوا صعبين ومرينا بقصص غريبة عجيبة، شي بوجع الراس، ما بدنا نوجع له راسه أكتر. خلاص نحكي بهالقصص بعدين ومنشوف شو بده يصير. تصبحي على خير. وانت بخير حبيبي. الله معه. نورمان بسابع نومي، يعني صار فينا نحكي براحتنا. يلا عن شو بدنا نحكي؟ عن الفاصوليا اللي عم تعمليها آخر الليل نازلي. والله اشتهيتها فتون، يعني قلت بجهزها هلأ ومناكل منها بكرة الصبح. حطي عينك بعيني لشوف، ليش هيك عم تساوي؟ خلص رح أعملها بالزيت مثل ما أنتي بتحبيها. أها عم أحكي معك نازلي. نازلي والله شغلتيلي بالي، قليلي شو صاير؟ خنقتي من جديد أنت وفريد؟ الله يخليكي بس احكيلي شو صاير لك. يلا فريد عرض علي يتزوجني. قولي والله. والله عن جد زواج متفق عليه؟ فريد من كل عقلك عم تحكي، فرود انكشفته. ما عندي حل تاني سعيد، ما بحب الكذب بهيك قصص بس مجبور، الحل الوحيد الموجود لآخذ بدر. ونازلي شو رأيها؟ قالت لي إنه رح تفكر. تتوقع أنها تقبل؟ عم نحكي عن نازلي لهيك ما فينا نتوقع شيء، يعني ما عندي أي توقع. والله مو فهماني شي بنوب، شو يعني زواج باتفاقية؟ إذا هيك القصة عن جد ما تقبلي نازلي شو بدك فيه؟ أي وبدر نحن ما عم نعرف شو عم يصير معه ببيت راكان كل يوم، صح طلعوه بريء من الموضوع بس أنا واثقة أنه مو بريء بنوب. مزبوط كلامك، معناته رح توافقي نازلي، لازم تعملوا أي شي مشان بدر. وإرجع لقي حالي بكذبة تانية وأنا تعذبت لحتى طلعت من الكذبة الأولى. يا ريت لو إنه زواج حقيقي يا الله، ما كنتي رح تكوني متوترة هيك نازلي؟ مستحيل يصير هالشي فتون، فريد يمكن ما يسامحني على اللي عملته طول عمره، ما بتخيل إنه رح يجي يوم وينسى اللي صار. يعني ما رح يسامحك وبنفس الوقت بده يتزوجك، شو هالقصة؟ والله كتير صعبة. فكري منيح بالموضوع نازلي، لا تقرري بسرعة لأنه الموضوع مو سهل. بعرف فتون، رح آخذ قرار بس بعد ما أفكر بالموضوع منيح. أنا عندي خيارين وهالخيارين مو مناح لإلي، بس أنا مجبورة آخذ قرار يا إيه يا لا. هالموضوع بيناتنا، لا تخبري حدا وخصوصا نورمان.
ولا حتى سعيد. طبعا ما حدا بيعرف أي شيء عن هالموضوع، ما تخبر حدا حتى فتون. خلص اطمن فريد، ما رح خبر مخلوق. برأيي لازم تبلش تفكر بالخطوة الثانية. إذا قبلت نازلي عرضي رح أرفع دعوة فورا، بعدين منكتب كتابنا مشان جلسة المحكمة. يعني هو برأيي بكير نحكي بهالأمور، وموافقة نازلي هلأ هي الشيء الأهم. إذا ما وافقت ضروري تدور على حل تاني. بعرف أنه ما رح يعجبك كلامي هاد، بس لازم تلاقي حلول. مستحيل، أكيد لا. أي زواج من وحدة غير نازلي مستحيل أنه يكون مقنع للناس. زواجك بنازلي رح يكون مقنع برأيك؟ هيك شايف. إيه ممكن. خبرتها لأمك؟ خبرتها. طبعاً عصبت كتير لأني ما استشرتها، بس المفروض تعرف أني ما رح اسمح لها تتدخل ابنه. يعني أنت ما خبرتها أنه زواج وهمي؟ ما قلت لها. سعيد قلت لك أنت الوحيد اللي بتعرف. ما رح اسمح لحدا يتدخل أبداً، خصوص أنه بدر بالموضوع. تعرف شو بيحبها لنازلي، وهمي الوحيد سعادته. واثق رح يفرحوا زواجنا، بس رح يكون في بيناتنا ناس ما لفرحانة بالمرة. مثلا عزيز. ايه فريد، شو قررتي؟ انت كتير مستعجل كأنه. نازلي قلت لك شو السبب، ما معنا وقت لحتى نضيعه، بدي جواب بسرعة. طيب شو ساوي؟ الموضوع مو سهل ابدا ولازم فكر فيه منيح. انت عرضت الزواج علي وهيك قصص ما فيها مزح، لهيك اعذرني بدي اخذ وقتي لاعطيك جواب. غير هيك فريد في براسي 100 قصه بخصوص الشغل بالمطعم، مثلا بخصوص اللي صار مع الزواق. انا مو فهمانه شيء. فيك تاجليهم لانه المطعم وقصصه حاليا ما بيهمه، موضوع بدر هلا هو المهم. هلا مضطر اني سكر، بدي جوابك اليوم. كأنه مشغول كتير. ايه والله، بين ايدي في صفقة مهمة، إذا توقعت رح تعمل ضجة بالوسط. يلا نمشي. قال شو؟ ناطر جواب منك اليوم، مفكر رح ألبس فستان عرسي وإجي. شو عمين معصبة هالمرة نازلي؟ عمين بتتوقعي؟ نورمان، ما في غيره. مو صح، نورمان مو هي السبب اليوم، فريد هو اللي معصبني. تخيلي إنه بده ياني أعطيه قراري بآخر النهار. إيه لأ، وعلى شو مستعجل فريد بك؟ يعني أنت لازم تفكري منيح بالموضوع، مو هيك اتفقنا؟ بعدين المفروض البنت تتقل شوي، هيك الأصول. فتون اسكتي، أنت الوحيدة اللي بتعرفي ليش رح أتزوجه، وإنه هالزواج رح يكون على الورق وبس، هاد إذا وافقت. كأنه مترددة نازلي؟ أي وكتير كمان، ومتوترة. انتي شي مرة انحطيتي بهيك موقف؟ يعني توقعي بين نارين وما تعرفي لوين بدك تهربي منهم؟ لو تعرفي شو مرق على راسي مبارح، بتعرفي شو؟ كنت مشتهية اكل حلو ورحت على المحل فورا، احترت اخد من هاد او من هاد. في هون رز بالحليب موجود وكيك بشهي شكله، كانوا خيارين كتير صعبين. شو هالرواق اللي بتضلي فيه فتون؟ بعدين شو اخترت؟ عوامة طبعا. يا ريت لو خياراتي مو محدودة، بس مستحيل. يا بدي اقبل يا اما ما اقبل. بتعرفي شو لازم نساوي؟ هلا بتحاولي تخلصي شغلك بكير، وبعدين منروح على البيت بنتناقش بشكل جدي. جدي قلتي لي؟ طيب. يا روحي انتي، يلا تعي. ليكي شو؟ اسألي اذا تزوجتوا، انتي اللي رح تحضري الاكل او رح يجيب حدا؟ سؤال ممتاز. بعرف تبي. لك صح. شو من شان التخت؟ اي تخت؟ رح تناموا منفصلين او على نفس التخت نازلي؟ هالنقطة مهمة. فتون روحي، هاد اتفاق مو زواج، كل واحد بينام بغرفة. تمام، بس لازم تسألي كرمال يكون كل شيء واضح من الاول، وبعدين اذا رح تناموا منفصلين مين رح ينام بالغرفة؟ اتفقوا. فتون روقي، انا لسه ما حسمت امري اذا رح وافق ولا لا، وانتي مشغولة بهدول المواضيع. حبيبتي نازلي، نحن عم ندرس الموضوع من كل جوانبه، ولما بجاوبك عليهم بتشوفي اذا بتوافقي او لا. كيف رح أسأله هدول الأسئلة بخجل؟ بسيطة، بتروحي لعنده بتسألي. بالنهاية هاد زواج مو لعبة بنوب. زواجنا متفق عليه يا روحي، يعني هو مزحة. لهيك نحن لازم نعمل اتفاقية ممتازة. يعني بتعرفي شو لازم نساوي؟ لازم نكتب كل الشروط اللي عندك بهذا العقد، مثل العقد اللي بوقعه وقت يشتغلوا، عرفتي؟ بيكون كل الشروط فيه. اسمعي فتون، إذا في اتفاق مكتوب فريد ما رح يهمل ولا تفصيل. إيه صح والله. ما وصلنا لأهم نقطة، كيف بدي خبر بابا وماما بهيك موضوع؟ كيف رح تكون ردة فعلهم؟ ايه والله معك حق،
نازلي، أبوكي مو تعرف على فريد وحبه كمان؟ حبه بس ما قال لي روحي تزوجي منه، ما بعرف شو رح يساوي. شوفي نازلي، خلينا نقول إنه أنت رفضت العرض تبع فريد، يعني رفضت الزواج، بوقتها شو رح يصير؟ فتون، هالزواج هو فرصة لكفر عن غلطي ورجع بدر وراضي فريد. يلا خلينا نفوت، تركنا الزباين لحالهم. ايه يلا نفوت. شو غريبة، بدك تكملي فنجانك ولا فوتوا على المطبخ؟ نازلي الموضوع ما بده كل هالتفكير، يعني يا ايه يا لا. لسه بدي فكر، لانه القرار مو سهل بنوب. وقديش بدي استناكي لسه؟ في لسه كم سؤال ببالي، انت لازم تجاوبني عليهم وكتبتهم على ورقة. هدول هنن. تمام قولي. شو بدي اقول؟ قدام كل الناس؟ ما فيني هون. واجت عليها كمان. سلام، فتون هون؟ طيب قومي نحكي بغرفة الاجتماعات، هونيك المكان منيح. شو قلت؟ مو حلوة. شو نعمل لك؟ كان قولي. غير الموضوع. ها؟ طيب أنا رايح على قهوة حقيني، ببعت لك موقعها. شو أخباركم؟ علي أنا لازم أمشي على الشركة، يلا بشوفكم. شو القصة؟ شو صار له هاد؟ شوفي. كيف شوفي؟ ما شفتي كيف بس اجيت راح؟ شبكي. فريد بتعرفي طبعه، هو هيك دائما، بيحب الامور على طول تكون ماشيه مثل ما بده. ما في داعي اقول لك، لما عرف انه اللحام تاخر علينا انزعج وراح من هون فورا. ما في موضوع تاني؟ يعني شو بده يكون فيه؟ انا هلا رح اروح شوف اللحام ليش تاخر، احسن ما يغيره فريد. بشوفك يا روحي. والله ما اقتنعت بقصة اللحام. على كل إن رح شوفك شو رح تساوي معه. تأخرت عليك؟ لا عادي. ما عرفت كيف خلصت من عليا واجيت. في لقاءات سرية بيناتكن لكان. ايه؟ ما جبتي الدفتر؟ عادي حافظتهم بصم. تمام، اسألي لكان شو بيخطر عبالك. انت من وين جايب برودة هالأعصاب هي؟ وكأنه الموضوع عادي ومو فارق معك بنوب. وأنا مو فهمان لشو كل هالقد انت متوترة. بالنهاية هي مو أول مرة بتكذبي، مو هيك؟ عندك خبرة بالكذب من قبل. إذا رح تضل عطولة تحاكيني بهالطريقة رح تضطر تدور على وحدة تانية تتزوجك فريد بيك. ليكي نازلي، عشنا منيح سوا واتنيناتنا منعرف بعض، كل اللي علينا نعمله أنه نخلي الكل يصدق هذا الزواج، تمام؟ يمكن هالشي ما يكون سهل، بس بظن أنه مانو مستحيل. الناس الطبيعيين بيتزوجوا لأنه بيحبوا بعضهم ولهيك منصدقهم بسرعة، ونحن على طول على خلاف مع بعضنا بالفترة الأخيرة، والكل بيعرف بالموضوع. أنا بقدر أتصرف كأني بحبك وبخلي الكل يصدقني، أنت يا ترى رح تقدري؟ أتصرف وكأنه بحبك؟ إيه بحاول، وبتوقع أنجح. الموضوع مو صعب أبداً، بعصر على أنفي ليمونة. منيح، نعصر على أنفنا من نفس الليمونة. شو مننتقل للأسئلة؟ إيه مننتقل. شوف الأسئلة مو سهلة، إذا جاوبتني على 20 منهم بصراحة وأقنعتني ما بدي جواب الباقي. قولي نازلي قولي. افترض تزوجنا، رح نعيش بنفس البيت؟ إيه طبعاً، المتزوجين بيعيشوا بنفس البيت بالعادة. بس أنا اللي بقصده الصراحة، نحن كيف رح ننام؟ لا تشغلي بالك، رح نلاقي حل أكيد، مالنا مجبورين نبقى بنفس الغرفة، وحتى نحن فينا نغير البيت، بالنهاية رح نصير عيلة وفينا نعمل شو ما بدنا. عيلة؟ عيلة. مو لازم وافق أول؟ صار وقت الأسئلة المحرجة، جاهز؟ عم بسمع. ممكن تقلي قديه بده يستمر زواجنا فريد بيك؟ توقعته لهذا السؤال. رح أسأله طبعاً. متوقع مني كمل حياتي كلها بكذبة؟ بينتهي بس خلصت من موضوع راكان ودخلته على السجن،
قديش يعني؟ شهرين؟ سنة؟ ولا أكتر؟ ما بعرف نازلي، لوقت نثبت إنه راكان مجرم يمكن تاخذ القصة شهر أو سنة، ويمكن أكتر من هيك. طيب خلال فترة زواجنا هاد ممكن توعد غيري شي؟ بتوقع كونه زواج مزيف مو مطلوب مني يكون وفي؟ مستحيل اسمح بهالشي، يعني ممكن يشوفك حدا ويشك فينا، هيك الموضوع بينكشف. ماشي نازلي، ما رح يكون في غيرك، بس كمان انتي نفس الشي. ايه مجبورة، رح كون وفية. ايه حلو. خلصنا؟ بكفوا اجاباتك، اي شي بيخطر ببالي برجع بسألك يا. لسه ما قررتي يعني؟ لا لسه، بدي فكر شوي كمان. خلينا نقوم، لازم روح على المطعم. يوسف امرني فريد بيك. الحساب لو سمحت. تكرم يا بيك. يعطيكم العافية. قطعي لي اياهم ناعمين وحطي فوقهم ليمون. اهلين، شو جابك لعنا؟ ولا شي، هيك جيت لهون لشوفك. أهلا وسهلا. بدي أسألك سؤال ممكن؟ طبعا، شو هو؟ كيفك؟ يعني بعد المشاكل اللي بتخص المطعم واللي صار بموضوع أختي وبدر، ماني منيحة عزيز، ما فيني أتجاهل شعوري بالذنب. هاد مو ذنبك نازلي. بقول لحالي كل يوم لو ديما ما أخذت وصاية بدر وبقي بدر عند فريد دائما، شلون كانت رح تكون حياته؟ كيف رح تكون؟ بتوقع كان رح يكون مبسوط، هيك بحس. كنتي رح تضلي عم تشتغلي عنده مزبوط؟ ما بعرف، ممكن أنا وفريد كنا خنقنا بعضنا بعد أول يوم، بس كنت رح أضل رفيقته لبدر وروح زوره. ما بعرف. مين بيعرف؟ تعال نشوف. تفضلوا شوفوا مين إجا لعنا اليوم. بدر شو عم تعمل هون بهالوقت؟ قلي. هربت من مدرستي. برافو عليك يا بطل. ايه شو قصة هروبك من المدرسة اليوم بدر بيك؟ نازلي كتير طيبة هالأكلة. شو هالحكي جد؟ ليكو كيف عم يغير الموضوع؟ يلا يا بطل، عمك سألك سؤال، يلا جاوب عليه. ايه انا هربت، يعني لأنه الآن ساعت نوظيف قال انه نكت باب البيت وبغرفتنا. بس انت شطور وبتكتب وظايفك دايما، ما كتبتها مو هيك؟ لا ما كتبتها، لأنه هداك مانو بيتي ولا غرفتي بتكون هناك. أصلاً هاي الغرفة ما بحبها، وكمان أنا ما بدي ضل بهداك البيت، بدي إيجي أعيش معكم. ليك يا روحي، متأكدة إنه عمتك بتحبك كتير وعم تعمل كل اللي بتقدر عليه لتأمن لك جو حلو. لا ما بتحبني، بدي أعيش معكم مو معه، ومع خالي كمان ومع عمي ومعك أنتي نازلي، مو معه هي. بما أنه حضرتك مقصر بدروسك رح تقوم دغري وتشتغل هون معنا بدر، قوم معي يلا يلا يلا، قوم لشوف عنا شغل كتير ناطرة. طيب تمام، شو أعمل؟ رح نلاقي لك شغل حلو مناسب ولا يهمك. نازلي أنتي مالك جاي معنا؟ جاي وراكم، بلش اخفقه للبيض لبين ما أوصل لعندك. يلا يا بطل اركض. بينبسط كتير هون، هو مبسوط بكل مكان اللي عنده. ما
نازلي؟ شوفي كيف عم اخفق البيض. برافو عليك حبيبي، منيح. حلو مزبوط شغلك. يلا يا روحي خلص شغلك انت، غسل ايديك. شو هالحكي؟ لسه ما تعبت. حبيبي بدر، رح تجي عمتك تاخدك هلا، جهز حالك. بدر اسمعني شو رح قلك، انت مبين شاطر بالطبخ، لهيك رح خليهم يعملوا لك مريول على مقاسك تلبسه بس تجي لعندي المرة جاية، شو رأيك؟ اتفقنا. اصلا مستحيل لاقي احسن منك بخفق البيض. اوه حظك حلو والله، لقيت لك شغلة سهلة، انا ما بيطلع لي غير البصل. طبعا نازلة بتحبني. وينو الحلو؟ عمتك ديما برا. ليكن جايين. شكرا لك. شكرا لك. أبا حبيبي بدر، ليش هيك عملتي يا روحي؟ والله خوفتنا عليك، لبقت عيدة ايه؟ مليت من المدرسة والدوام. لا شو هالحكي، بدر البطل عم بيقول هيك، مو حلوة تعمل هيك من أول السنة. ها؟ يعني شو تركت لبعدين؟ لازم تدرس لتصير مدير كبير. بسيطة، صار لازم نمشي على البيت، شكرا كتير لأنكم خبرتونا، يلا حبيبي. يلا يا بطل. يلا. نازلي أنا بدي ضل معك هون، أنا ما بحب بيتهم، بدي ضل هون معكم، أماني خليني. لو سمحتي حاكي مشان يتركك. يلا بدر نحن رح نجيبك لهون إمتى ما حبيت، بوعدك. بس عمتو أنا ما بحبه لبيتكم وما بدي يكون معكم هونيك بنوب. ليش بقى؟ كل شي بتحبه موجود هنا. لا مو صح، نازلي مو هنيك ولا عمي ولا خالي، أنا مو مبسوط معكم. بدر نحكي بكل هالقصص بالبيت، صار لازم نمشي هلا. يا روحي اسمعني شو رح قلك، بوعدك انه رح نكون مع بعض سوا. هات بوسه. اخ شوفك تمام؟ تمام. يلا يا مديرنا البطل، يلا يعطيكوا العافية. يلا تعال. خاطركم، سلام. ما فينا نعمل شي مشانه، هو رايح على بيت ما بيحبه ونحن واقفين وما عم نساعده. المفروض نحل هالقصة، لازم ناخد بدر منهم بأي شكل. شوفي قديش حزين وموجوع، المفروض انه يكون عايش مع ناس بيحبهم، وهذا اللي رح يصير. انا رح فوت كمل شغلي. بتاكل شي؟ لا مو جوعان، صار لازم امشي اصلا. تمام بشوفك. موفقة. أهلا وسهلا نازلي، كنت قريب من هون قلت خلينا نلتقى عندي. بدي اتزوجك. انتي متأكدة؟ صحي اللي سمعته؟ مو قلت لي استعجلي ما في وقت؟ استعجلت وقررت، يلا تزوجني. قبل كم ساعة كنتي عم تقولي مو متأكدة والمفروض تفكري، ولهيك أنا هلأ مستغرب. اليوم كان بدر عندي، مكانه مو عندهم أبدا، لهيك ممكن ساوي له أي شيء لحتى يكون مبسوط. هاي القصة. حلو هالكلام، اتفقنا. بس بعدين شو رح يصير؟ كيف رح نخلي الناس يصدقوا زواجنا فجأة؟ يعني مو من حق يكون قلقانة من هالقصة أو بدك ما أهتم بالموضوع؟ شلون رح نخلي الناس تقتنع؟ كيف رح يصدقونا؟ سهلة، منلاقي لهم شي حجة، مو شايف الموضوع مستاهل بنوع؟ منلاقي لهم؟ شو منقول لهم ببساطة تصالحنا ورح نتزوج؟ وليش لا؟ مستحيل، الناس رح ينصدموا من هالزواج ونحن بيننا هالمشاكل. إذا حدا سألني كيف عرض عليك الزواج شو رح أقول له فريد؟ أعطيني فكرة أنت. خلينا نتفق على سيناريو واحد منقوله لكل حدا بيسأل،
لأنه إذا كان في اختلاف بحكينا ممكن يكشفونا. تمام، بلشي أنت عم اسمعي. مثلاً أنا بكون قاعدة بالمطعم والوقت متأخر كتير، بكون رايحة على البيت، الطقس لازم يكون كتير حلو، وفجأة أنت بتفوت وجايب لي معك ورد. ليش بدي جيب معي ورد؟ مزبوط، أنت مستحيل تعملها، خلاص بتجي لعندي ما معك شي. إيه، وبعدها؟ وبعدها نقعد سوا ومنحكي شوي، نحكي عن المشاكل الموجودة. أنت وقتها بتقلي خلينا ننسى كل شي ونعيش لحظة حب. ولا مرة قلت هالكلام، ما عجبني هالحكي. لكن شو بدك تحكي معي؟ أنت تعتذري وبتقولي انسى الموضوع، بتقليلي إنك ندمانة كتير وبتحبيني كتير وبتقربي وبتبوسيني. شو؟ ما حدا رح يصدقنا لأني أنا ولا مرة عملت هيك شي. كيف بدنا نكفي إذا بالحلم ومتفقين بنوم؟ اجيت قعدنا سوا وحكينا وانتهت الخلافات الموجودة بيناتنا، وبعدها عرضت عليك الزواج فورا دفعة واحدة؟ مو نحن مستعجلين نازلي، رح نكتب الكتاب فورا. مين رح يصدق انك عرضت علي الزواج بهالطريقة هاي؟ لكن كيف بدي اعرض الزواج عليك؟ تفضلي قولي. بكون قاعدة بالمطعم. غيري هاللوكيشن. انا وقتي وحياتي بالمطعم عم اقضيهم، اذا بتحب تعال على البيت. طيب لنشوف، كفي من مكان ما وقفتي. كون بالمطعم قاعدة لحالي شي يوم، بتجي ومعك باقة ورد حلوة. طبيعي يكون معك ورد لانك بدك تتزوجني، وبعدها أنا بفرح كتير لأني شفتك ولأنه تصالحنا، بس أنا بشطارتي ما بخلي حدا يلاحظ بنوب، وهيك بيفهموا أنه التقينا وحلينا كل شي. وبعدين بتقلي نازلي في حكي ضروري وخاص بدي أحكيه معك، أنا بوافق فوراً، نركب السيارة ومنروح. نركب بالسيارة كمان، حذفي هالمشهد، ما حبيته. لا ما رح أحسفه، البنات رح يسألوني عن كل التفاصيل ولازم أحكي لهم، المفروض نتفق على الأمور كلها. تمام، ونحن بالسيارة كملي. وبعدين منكون أنا وأنت لحالنا إن شاء الله نخلص اليوم، ومنتمشى بين الشجر سوا، وما بيكون في حوالينا حدا بنوب، أنا وأنت وبس. طبعاً أنا بكون مستغربة، بصير أسألك كل شوي سؤال بس أنت ما بتجاوبني عليهم بنوب، أنا بكون مصدومة طبعاً. وهون فجأة بين الشجر بيكون في شي عم يلمع بشوفه، وبمشي لعنده بلاقي الحديقة مزينة ودافية وفيها شجرة كبيرة كتير كلها هدايا وبوالين وورد جوري أحمر. أنا رح كون عامل هيك؟ هون بتقرب مني وبتمسك إيدي بلطف، بتفوتني لجوا هيك مثل حكايات الخيال، وبعدها بتقول غمضي عيونك، وبعدها منقرب شوي شوي ومنضل عم نقرب شوي شوي من بعضنا، كمان قرب شوي، وبعدين ببوسك على الأغلى. لا، أنت بتقعد على ركبك وبتطلب مني الزواج. فريد أصلاً ما بيعمل هالحركات. خلص اطلب الزواج على الواقف. نازلي بظن إنه هيك بكفي وصارت الأمور واضحة. اسمع، رح يسألونا اتنيناتنا عن الموضوع، إذا غلطت بتفصيل واحد بننفضح. لا ما تخافي، لازم أرجع على الشركة، خليني وصلك بطريقي. يلا شكراً إلك، باخد تاكسي رايح أجيب جزداني. ضروري نقعد سوا ونحكي، رح امرق عليكي واخذك من المطعم. حكيون ايه، خلص حكيون، شو الموضوع؟ تراجعت عن اتفاقنا؟ لا ما تراجعت، في شويه تفاصيل ولازم نناقشها، رح اخذك بعد شوي من المطعم. بس ما رح طول معك مو هيك؟ لاني مشغوله. لا ما رح نطول، لا تخافي. طيب ماشي. بعيد المكان اللي رايحين له؟ قريب. طيب ليش ما بنحكي بالسياره هون؟ رح نوصل نازلي، بكفي أسئلة. أنت فيك شي؟ كأنك متوتر، شو صاير شي مو منيح؟ رح تعرفي كل شي بعد شوي. فريد، فيك تقلي لوين رايحي؟ هون في كافيه حلو بين الشجر، قلت منقعد فيه ومنحكي. انت متأكد انه في كافيه قريب من هون؟ في مليون كافيه بقلب المدينة، فيني اعرف انت ليش جبتني لهون؟
ضروري نكون بعاد عن الناس، ما بدي يشوفنا حدا. فريد، انت شو سويت؟ تعي معي. كل شي صار مثل ما حلمت بالضبط. وحتى انتي مثل ما حلمت بالضبط. اسمعيني نازلي، ما بتتخيلي شو بحبك. انا مو بس بحبك، صدقيني انا بعشقك. بدي ضل شوف عيونك عم يتطلعوا بعيوني، بدي نفسي ونفسك يكونوا مع بعض بالحياة. بدي ياكي تكوني إلي وحدي، معي على طول. لحتى مو تقبلي تتزوجين؟ أنا شوي كنت رح صدق إنه هذا كله حقيقة. بظن إنه ما رح ننسى هاليوم، مو هيك؟ مزبوط، مستحيل أنسى، كان مثل الحقيقة. والله عذبت حالك، ما كان في داعي. طبعاً، حتى ما نخلي حدا يشك. السيناريو اللي بدنا نعمله صار واضح وفكرنا فيه، وفوقه مثلناه كمان. ايه مزبوط، فكرتك حلوة. خليني وصلك على المطعم، لازم امشي. فيكي تخلي الخاتم معك مشان تلبسيه بصفتنا مخطوبين هلأ.
يلا. يلا. صباح الخير أميرتنا الحلوة. صباح النور. شو عم تساوي؟ عم تفكري بزوجك المستقبلي؟ فتون وطي صوتك، نورمان هون لساته. ايه وإذا شو، ما رح تخبري أهلك يعني؟ رح خبرهم، بس مين لازم خبر بالأول، أمي وأبي ولا نورمان؟ معك حق، والله مشكلة عويصة. يعني لو فيكي ما تقولي لأهلي. ايه مو تكرمي فتون، بدك ما أقول لأهلي؟ ايه كل الدنيا رح تعرف إني تزوجت فريد أصلا. مزبوط، وإذا عرفت الصحافة رح يدروا أهلك. مو ظابطة. شوفي فتون، لازم دور على طريقة لخبرهم بالقصة. نازلي برأيي أكيد بالنهاية رح يحبوه لفريد كمان، أصلاً أبوكي تعرف عليها ديك المرة. نازلي لك، أنت يومتها مسكتي فنجان خطبتك قدام أبوكي، لك يا ريت حسبنا حساب كنا أخذنا لكم كم صورة. والله فتون ما بظن بابا أنه رح يقول يي ليش ما أخذتي لنا كم صورة، حبيبتي رح ينجلط بس يسمع. لك نازلي، برأيي هذا الزواج صار بشكل سريع كتير، وكان شيء مو متوقع بالنسبة إلك، مو هيك؟ ايه مزبوط. تمام، رح تقولي لأبوكي هالحكي بالضبط. بابا حبيبي، ليك أنا وفريد بيك بدنا نتزوج، طورت القصص بشكل سريع بيناتنا، حقك تتفاجأ بهالموضوع يعني، وبعدها بتقولي له على موعد العرس. قلتك بيمشي الحال؟ أكيد طبعاً، ورح يتفهم موقفك وبتشوفي. ضل عنا بس شغلة واحدة، اللي هي إنه أنا وفريد ما منحب بعضنا، وغير هيك كله مزبوط. هلا انت وفريد بيك ما بتحبوا بعض؟ صباح الخير. ها هي اجتك الفرصه، انشري الخبر. صباح الخير نورمان. خبر هلا فورا. ايه فورا، قولي لها عن عرس يا بنتي. يلا شو ناطره؟ يلا. شو خير ان شاء الله؟ بشو عم توتوتوا من عند الصبح؟ اختي حبيبتي تعالي، أنا في شي بدي أقوله كتير ضروري. إن شاء الله خير يا فتاح يا عليم، هاتي لنشوف. بدي خبرك خبر بيخصني. فريد عرض علي الزواج. من الصبح ما لقيتوا شي تتسلوا فيه، إجيتوا تتسلوا فيني؟ إيه ما حذرتوا؟ هاي الحقيقة. فريد بيك إيه عرض عليك الزواج، شي حلو، وإنتي رفضتي طلبه مو هيك؟ أبي أحلامك إختي. لا قبلت. عن جد؟ ايه عن جد. انتو شكلكم ما عم تمزحوا ابدا، عم تحكوا بجدية اول مرة بشوفها. نورمان انت امتى شفتيني عم امزح بهيك مواضيع؟ يعني شو بك، مشان الله استوعبي شو عم نقول. اختي رح تتزوجي، تعالي تعالي. الف مبروك الف مبروك نازلي. كبريتي البنون. مبروك يا حبيبي. وصار بنت اصلا انا كنت عارفانه انه هي نظرات، هي نظرات حب وكلونيا. اعطيني نورمان اتركيني اتزوج. عنا عرس، اختي رح تتجوز. صارت فجأة القصة، لانه من اسبوع كنت عندكم بالبيت. وقتها ليش ما حكيتوا لي بابا؟ ايه صح حبيبي، لانه نحن ما كنا واثقين من مشاعرنا لسه، اخذنا وقتنا، وبعدها من دون ما نفكر ونحسب للقصة قررنا نتزوج. بابا أنا معك. ما رح تقول أي تعليق؟ شو قول يا بنتي؟ أساساً جيلكن ما عاد شال عاداتنا من أرضها. أنتوا بتقرروا، نحن الأهل منسكت ومنوافق. بابا مو هيك. عجبني وقت التقيت فيه، بس لو قلتي لي بوقتها انتبهت أكتر. فريد إنسان خلوق ومنيح صدقني. طيب بنتي الله يوفقكم، بس رح أعطيك أمك تخبريها أنت. ماشي بابا حبيبي بشوفك. أمي حبيبتي. شي حلو والله، أنت وإختي لقيتوا شباني ناسبوكن وارتبطتوا، وبقيت لحالي. مين بيعرف بجوز لاقي فارس أحلامي وأتجوزه. بدي انفصل عن سعيد. لا، لأني مو مرتاح. غالباً اتركه. والله ما بعرف. شو رأيك خبره اليوم؟ كل ما أسرعت أحسن. ليش فتون أنتو اختلفتوا شي؟ لك ما صدقنا إمتى زبط وضع واحدة صارت التانية بدها تترك. لا شو اختلفنا، بالعكس سعيد شخص كتير منيح.
أنا حاسة في شي مو ضابط بيناتنا نورمان، ما بعرف لك هيك اختفت اللهفة اللي كانت موجودة. شو هاليوم هاد؟ لسه من الصبح أنت ورفقتك ما في غير بتفاجئوني، هي اللهفة بتروح وبترجع، شبكي؟ حذيري شو نورمان، بظن هيك أفضل. ونازلي شو كان رأيها؟ مو دريانة. شو حلو هالحكي، هي أول مرة بعرف شي منك ولسه ما بتكوني قايلتي لأختي. لكن نورمان نازلي ما رح تعرف بهالموضوع، تمام؟ لأنه لفوق راسنا في مشاكل، مو ناقصنا وحدة فوقه. فهمت. مين بده يكون قولتك؟ أنا رح رتب هون، الدنيا صارت بعد الظهر. صباح الخير. صباح الخير أستاذ فريد، قصدي سوري فريد. شكله نازلي خبرتك؟ ايه من شوي عرفت. قديش في عندكن أسرار؟ نازلي مو هون؟ اها طبعا، معقول ما تكون هون؟ اختي العروس؟ سهري العريس اجا. ما سمعت. فريد فريد، ما عاد سمعتي؟ اي وليش عاملين هالضجة كلها؟ ما فهمت، مين اجا؟ فريد شو جاي تعمل هون؟ في موضوع ضروري كتير، خلينا ننزل بنحكي تحت. ليش لحتى تنزلوا لتحت؟ فوتوا لجوا وحكوا بالصالون على راحتكم، اصلا نحن عنا شغل وبدنا نخلصه، يعني ما حدا رح يضايقكم. طبعا تفضلوا لجوا، مثل ما قالت نورمان عنا شويه شغل، يلا تعالي معي. خدوا راحتكم. تفضل نحكي. لا تواخذهم مجانين شوي. نازلي اليوم رح أعمل لقاء صحفي بخصوص التطورات اللي صارت مؤخرا. ايه وانت لازم تحضر الاجتماع، رح وضح الأسباب اللي خلتني استثمر المطعم. يعني مو حاسة انه إلى داعي؟ كأنه نسيت لما أجل عنا الزواق شو صار بالمطعم. برأيي المطعم مانو جاهز لتعمل أي تصريح صحفي عنه هلأ. شوفي على طول الغلط وارد، وانت ما رح تكرري اللي صار، متأكد؟ يعني انت انتبهي كتير على شغلك. كونه إلك أسهم معي لازم تكوني موجودة، اعتراضك مرفوض. فهمت عليك. أهلك كلهم عرفوا بموضوع علاقتنا ولا بس نورمان؟ لا خبرتهم كلهم. نازلي نورمان ما عرفت شو الحقيقة، مزبوط؟ ما بوثق فيها بنوب. ايه بعرف، وأنا كمان، ولهيك ما خبرته. هي بتعرف انه نحن حنتزوج عن حب. ماشي تمام، على موعدنا اليوم. شوفك. طول الفترة الماضية كنت مشغول بإدارة شركة بوصلة وبعيد عن الإعلام، واللي كانوا مسؤولين عن هالقصص أختي زينب وزوجها أمير كايا، اللي فقدناهم بحادث مؤسف وكان قاسي علينا كلنا. وبعد ما فقدناهم مثل ما الكل بيعرفوا، انضمت إلنا السيدة ديما أوندر وأخذت مهمة زينب، وهي عم تحاول تقوم بوظيفتها على أكمل وجه، وبتمنى لها التوفيق. رح أحكي عن استثماراتي الخاصة. أنا بصراحة بعرف إنه لما تعرفوا إنه رح أحكي معكم رح تجوا بأعداد كبيرة. كوني ما بعمل لقاءات كتير، أنا تقصدت هالشي وجاهز لجاوب على كل أسئلتكم. بس بالأول اسمحوا لي إنه أعرفكم على شخص مهم بحياتي، وهو اللي شجعني إني استثمر بهالمجال، الشيف نازلي بينار، ليك قاعدة قدامكم. وطبعاً نازلي موهوبة كتير وناجحة بشغلها، وهي بتحب مهنتها وعندها القدرة لتحول أي طبق للوحة مميزة. ومن الغباء بالنسبة لأي مستثمر ذكي إنه يتجاهل هيك موهبة، ولهيك أنا قررت إنه أكون شريك بالمطعم، يعني من شخص ما له علاقة بالأكل والشرب لشخص شريك بمطعم ببدايته. ونقلتني من واحد أعزب لواحد قرر يغير حياته كلها ويتزوج.
نازلي من بعد اليوم مو بس شريكتي بالمطعم. رح تكون شريكة عمري كمان. غريبة والله. نحن خطبنا حالياً ورح يكون الزواج بهاليومين. اي والله معك حق، وانا كمان تفاجأت. شو هذا اللي صار هلا؟ شو عملت؟ كيف بتعمل هالشي من دون ما تخبرني؟ جماعة الصحافة تخبرون هذا الخبر تحديا مو؟ ورأيي انا مو مهم. انت بتعرف انه حطيتني بموقف محرج هلا؟ لو خبرتك انت رح تقبلي؟ لا. شفتي ليه ما خبرتك؟ موضوع بدر بدي خلصه بأسرع وقت نازلي، يعني الكل لازم يصدق قصة زواجنا، وهي كانت أسرع وأبسط وسيلة. ضروري تحافظي على ابتسامتك الحلوة هي ونتعاون سوا لوقت ننتهي. إذا ما لعبناها صح مستحيل ننجح. ما هيك هالموقف محرج؟ رح أدفعك ثمنه حبيبي، بس حاولي ما تنسي إنك سببه من الأول. نورمان حاجة تطلعي فيه هيك هلأ بتحسديني؟ لك شو صاير لك انت وياها؟ لتكونوا مو مصدقين حالكم ولا لتكونوا مو متعودين حدا يطلب ايدكم؟ وهي اجا نصيبنا سوا. على اساس رحتي لتنفصلي عن سعيد؟ عن جد كنتي رايحة تنفصلي عنه وفتون؟ ايه كنت، بس اللي صار انه في شغلات كتير تغيرت ولهيك كملت بالموضوع. وهلأ؟ شو هلأ؟ انت بتعرفي عن شو عم اسأل فتون؟ امتى غيرتي رأيك؟ غيرتي قبل ما يطلب منك الزواج يعني ولا بعد؟ عن جد ما بعرف نازلي، يعني بصراحة الزواج من شاب مثل سعيد هو حلم كل بنت بالنهاية، ما فيني اتجاهل هذا الحظ كله بعد ما وصل على بابي. انت قررتي تتجوزي قبل فتون وسعيد مو هيك؟ لكن ليش ما في خاتم بإيدك؟ ليكو معي. وينه؟ طلع ضيق شوي على ايدي ولهيك شلحته وحطيته بعلبته. يا ترى كيف بده يكون شكل الخاتم يلي جاب ليا؟ ما بعرف موديله، بس اكيد رح يكون حلو وغالي كمان وعم يلمع. كتير حلو، شو هاد يا؟ ايه نازلي فعلا خاتمك مميز وبجنن. شبكي نورمان رح تاكلي الخاتم. لك والله رح تجننوني انتو التنتين، يعني معقول انتو رح تتزوجوا لساتكن قاعدين وما حضرتوا شي لحفلة توديع العزوبية؟ شو هاد يا؟ توديع العزوبية؟ يعني نورمان لو انك قلتي حفلة حنة مثلا كنت على الاقل فهمت، بس هالحفلة ما سامع فيها. أكيد عم تمزحي فتون، معقول مو سمعانة فيها؟ لك والله لو كنت أنا اللي بدي أتجوز كنت خليت الدنيا ترقص كلياتها وتودع عزوبيتي. شكراً يا روحي. حامضة أطيب. ألف مبروك، عن جد فرحت لك من كل قلبي. شكراً فريد، أنا بظن أني أخذت القرار المزبوط، يعني فتون بتحبني وأنا بحبها كتير كمان، ولهيك قلت لحالي أنا شو ناطر؟ إيه ما قصرت، على القليلة واحد منا رح يتزوج عن حب. طيب أنت حكيت مع الخالة إيمان؟ شو رأيها بالزواج؟ إيه طبعاً، بس ما خبرتها أنه رح يكون زواج على الورق، ولهيك عصبت وقالت لي تسرعت ورح تندم. إذا عرفت مو أحسن؟ لا أمي ما لازم تعرف بالموضوع. شو هاد؟ ما رح كمل. نازلي خانم، أساساً هذا اللي عم تعمليه مانو شغلك، أنتي مديرتنا، هاد شغلي أنا. صح، هاد مانو شغلي مزبوط.
الأستاذ اللي معك رح الحمام؟ إيه رح أتركه على الطاولة. أهلين طارق، تعا تعا. ها؟ لو تعرف شو صار معي مبارح. شوفي، يعني انفصلتوا؟ لا لا تعا، رح نتزوج أنا وياه. ها؟ استغربت مو هيك؟ وأنا كمان لساتني لهلأ مستغربة، رحت لأنفصل قمت انخطبت ورجعت. عن جد شي غريب. لا، وسعيد كان عامل لي اياها مفاجأة وعرض علي الزواج، ولما شفت الخاتم بإيد سعيد طار عقلي من الفرح ووافقت فورا. فهمت. لسه عندي شوية مخاوف، بس لأنه هو كان مجهز كل شي ما قدرت خجله وأرفض. والله مو حلوة. طارق، طارق وين بدك تروح؟ شو يعني مو حلوة ترفضي؟ هذا حكي هاد؟ يعني بتتزوجيه لأنك خجلتي ترفضيه؟ لا مو لهالدرجة. طيب ماشي فهمت فتون، أنت عقلك مشوش كتير ومانك عرفانة شو بدك. قرري بالأول وبس تاخدي قرارك نحكي بموضوعنا، ماشي؟ طارق شوفي ليش عصبت هيك؟ والله معه حق، صار لازم أخذ قرار واضح بقى. نازلي قليلي شو بدك بسرعة لأني اليوم مشغول كتير. ما تخاف أنا ما رح أخذ من وقتك. نازلي إذا بتحبي خليها للمساء لأني جاي على المطعم بكل الأحوال. ما في داعي تجي لهون. يلا أحكي شوفي. ما رح أقدر كمل معك نازلي، هذا الموضوع مو لعبة. أي بعرف، ولهذا السبب أنا بدي انسحب. أمي وبابا كمان ما قدروا يتقبلوا الموضوع، كل شي صار بسرعة كبيرة بالنسبة إلهم. فريد ما بقدر أعمل فيهم هيك، ما فيني حطهم بهيك موقف أبداً. حكينا عن سبب العجلة بتوقع، ما هيك؟ نازلي لازم شوفك ونتفاهم. لو سمحت فهمني، وضعي مانو منيح أبداً، أنا عم أخسر الناس اللي بحبهم. لازم سكر، بعتذر منك. فريد بيك، اتصل طاهر قال إنه في علاقة بين راكان بيك وهداك اللي اسمه رؤوف. نازلي شو صاير معك؟ انت منيحة؟ انا ما رح اقدر اتزوج فريد ابنه. انت متأكدة من قرارك هاد نازلي؟ ايه متأكدة، وحكيت مع فريد كمان. طيب ليش؟ ماما وبابا ما تقبلوا القصة ومعهم حق، يعني أنا ما فيني أجبرهم، هالشي مو من حقي. صحة وهنا. نازلي جيت أكل عندكم. هاد أنت؟ أهلين وسهلين بأصغر وأحلى زبون بالدنيا كلها. شو هربان اليوم؟ لا أبداً، نحن اللي جبناه من المدرسة لهون. من كتر ما حكالنا بدر عن أكلاتك قديشهم طيبين، أنا وركان تحمسنا كتير وإجينا لندوقهم. صح حبيبي؟ مع أنه الصحافة عم تكتب شغلات ممنيحة عن مطعمك، بس بدر مدح بأكلك كتير، ولهيك نحن جينا ندوق الأكل من تحت إيدين الشيف نازلي. أوعك تزعلي، مو مشكلة، صح أنه هذا الشيء بزعل، بس أنا متأكدة أنه هالصحفي ما بيفهم، كلها مشاكل عادية. أنا بوثق كتير بذوق نازلي. أنا بوثق بفريد أصلاً، أكيد مو عبس اختارك شريكته بالشغل، واختارك كمان لتكوني شريكته بالحياة. الحق معك أكيد، أنا ما بظن أنه فريد رح يرتكب نفس الغلط اللي أنت ارتكبته. يلا حبيبي رح أحضر لك الأكل. لو سمحتي، عندكم جناح خاص بالعائلات؟ مع الأسف ما في، بس فيكن تقعدوا على الطاولة اللي بالزاوية هنيك. تفضل يا معلم، تعال خلينا نقعد على الطاولة اللي بالزاوية. يعني أعطيني الشنطة، رح علقها هون. برافو عليك. تفضل. شكراً لك. ما بدي المينيو لأنه بدي دوق نفس الأكل اللي طلبه الزواق ذاك اليوم، وشو ما كانت النتيجة ما بيهمني لأني بحب المغامرة أكثر من فريد أصلاً. على عيني. <تصفيق
قلت لي بتحب الأكل هون ما هيك؟ إيه بحبه، وخصوصاً إذا عملته نازلي. هلأ منشوف، ولمعلوماتك إذا ما كان طيب أنت اللي رح تدفع يا معلم، ماشي؟ معك حق، شو رأيك بدر؟ والله بدر معه حق يجي ياكل كل يوم هون، شايفتيني قديش بهتم بالبطاطا تبعه وبدلله فيها؟ إيه والله. أهلين، هاتي هدول أنا رح أخذهم. راكان هون، لما شفته جاي مع بدر ما قدرت أقول شي. أنا بفهمك وبفهم موقف عيلتك كمان، معهم حق يستغربوا قصة زواجنا. مثل ما بتعرف إنه أهلي عائلة تقليدية، وكمان في أصول للزواج، يعني خطبة وتعارف بين العائلتين بنظرهم في مراحل قبل الزواج، ولهيك ما عم يقدروا يتقبلوا القصة. خليني أحكي معهم. كيف؟ منروح ومنحكي معهم ومنخبرهم عن السبب الحقيقي اللي خلانا نستعجل بزواج حقيقي وما قدرت أقنعهم أبداً، كيف بدك ياهم يقتنعوا بزواج مزيف؟ أنت خليني أجرب، يعني خليني أطلب إيدك من أبوكي، وإذا ما وافق منلاقي حل تاني. هيك فهموني من الأول، بس عذركم أقبح من ذنبكم. الفكرة فكرتي كمال بيك، أنا اللي طلبت من نازلي هالشي لأني بعرف قديش هي بتحبه لبدر. أي بابا، بدر عايش ببيت الشخص اللي قتل أهله، متخيل قديش هالشغلة بتخوف؟ ما رح نخليهني. بس لسه ما في أي إثبات ضده، لو كان هو القاتل ما كانوا عطوا الطفل. كمال بيك، أنا بوعدك أني رح أكشف جريمته لراكان بأسرع وقت ممكن. أي أكيد، وبعدين رح نخبر الكل بالحقيقة، وأنه نحن هدفنا من هذا الزواج كان بس نكشف الجريمة اللي ارتكبها راكان ونحطه بالسجن، ورح يعرفوا أنه زواجنا ما كان حقيقي. يعني بدي منك أنه توافق على زواجنا لو سمحت. طيب، بس لك يا بنتي لازم تعرفي أنه نحن مو مسؤولين عن النتائج. أنتوا اللي خططتوا وأنتوا مسؤولين عن قراركم. كمال بيك أنا بشكر تفهمك، وهلأ رح أترككم تحكوا لحالكم. فريد، بدي تعملوا عقد زواج نظامي لو سمحت، ونحن ما بدنا ولا شي مقابل هي الخدمة الإنسانية يا ابني. طيب كمال بيك، مثل ما بدك بيصير. نازلي خليني أحكي مع أمك بعدين برجع بحكي معك. طيب بابا حبيبي. بحكي معك بعدين، أنا قاعد بمطعم، يلا سكر هلا. بدر؟ خالي انت كمان اجي؟ ايه اجي. بدر، نحنا يعني انا وخالك عنا خبر كتير حلو لإلك. خير؟ اكيد اشتريتوا ثياب الزومبي. لا ما اشتريناهن وما رح نشتري لك ياهن ابدا. لكن شو بده يكون هالخبر الحلو؟ أنا وخالك إيه؟ قررنا أنه نتزوج. يا سلام، رحت كثير. يعني مثل ماما وبابا؟ إيه مثل أبوك وأمك، بحبكم كثير. طيب شو مشاني أنا كمان؟ يعني مو لازم تاخذوني عيش معكم؟ يلا جاوبوني. ايه طبعا رح ناخذك. يا سلام. واخيرا. يا روحي، بس أنا كنت عارفها من الأول إنه رح تتزوجوا. كيف؟ لأنه أنت بتطلع بنازلي مثل ما كان بابا يتطلع بماما لما يشوفها. كم مرة صرت قايلتلكن أنا بحب القهوة سادة، ليش لهلأ ما تعلمتوا؟ دي
عندي مخانوم؟ ليش معصبة هالقد؟ من لما طلعنا من المطعم ما حكيتي ولا كلمة، وهلأ وقت وصلنا على الشركة بهدلتي كل الموظفين. شوفي لا تكوني عصبتي لأنهم ما عزموكي على كتب الكتاب. ما لا حبيبي، عصبت لأنه بعد ما يتزوجوا ما عاد فينا نسيطر على الشركة. حبيبتي الأمور بلشت تفلت من بين إيدينا هلأ، ولحتى نضل مسيطرين على هاي الشركة لازم نقوم بخطوة مهمة وسريعة نضربهم فيها ضربة قوية. لسه لهلأ هن ما تزوجوا، يعني فينا نمنع هذا الشيء إنه يصير. يعني قصدك ما بيصير نفقد الأمل من روح لسه ما طلعت. اللي براسك لازم تنفذي بأسرع وقت، نفذي بهدوء وسيطري على الأمور منيح. وهلأ عندي شغل كتير ولازم أمشي فورا. يلا باي. لك انت شو عم تساوي؟ عم اشتغل. فريد انت رح تتزوج اليوم، امشي جهز حالك بلا ما تتأخر. سعيد لسه معنا 4 ساعات واليوم الجمعة، في كتير قصص لازم خلصها قبل العطلة، وفي منا برات البلد شغل ما بينتظر. وغير هيك فريد أصلان يوم الجمعة بيشتغل لآخر دقيقة، وكتب الكتاب رح يكون عالضيق وما في حدا غريب، ومنختفي بعطلة الأسبوع، وهيك الكل بيفكرونا بشهر العسل، ويوم التنين بنرجع عالشغل. برأيي انه هاي الخطة ظريفة. والله مخطط لهالزواج كتير منيح، برافو عليك. بس رح حاكي نازلي مشان تبكر لأنه العروس بتاخد وقت كتير. طيب احكي احكي. ايه فريد، انا لساتني بالمطعم، عندي كم شغلة ضرورية. غسلي هدول، مثل ما بتعرف بدي ضلي يومين ما اجي على الشغل حسب خطة الزواج تبعك مشان ما يكشفونا. نازلي مو معقول تكوني بالمطعم، روحي على البيت وجهزي حالك هلأ، انتي العروس وهلأ ما عاد تلحقي شي. طيب نازلي تمام، خلصي اللي بإيدك وروحي على البيت. يلا ليك فريد، أنا بآمن بالمساواة، يعني إذا رح تضل تشتغل قبل الزواج بشوي فأنا رح أعمل مثلك. يلا بشوفك بحفلة الزواج، خليني خلص أموري، باي باي. لا مو طبيعي، لساتها بالمطعم عم تشتغل. والله جد؟ شوفوا مين اللي عم يحكي. طيب يلا قوم خلينا نمشي. فريد بيك إن شاء الله ألف مبروك. شكراً، كلك زق أحمد بيك. مبروك فريد بيك. شكراً إليك. مبروك يا بيك. شكراً. إن شاء الله بتتهنوا. شكراً، فرحت كتير لهالخبر. شكراً لكم فريد بيك، الله يهنيكم. شكراً. جوازة الدهر. شكراً. ألف مبروك، الله يهنيكم. خير؟ مبسوطي؟ الحمد لله، لأنه من اليوم رح نشوف فريد بيك مبسوط. يا ريت لو كانوا أهليكن عايشين كانوا شافوا هاليوم الحلو وانبسطوا كتير فيه. عن إذنك. أنا كتبت قائمة بالنواقص، أساساً ما رح غيب غير يومين وبس. نازلي لو سمحتي هاتي من إيدك هاي وروحي جهزي حالك، نحن رح نترك الشباب هون ونطلع بعد شوي. طيب ماشي خلصنا، بس بالأول لازم أمرق لعند سامي، وصلتهم أكولات بحرية، لازم روح أفحصهم وأحجزهم مشان ما ياخدهم مطعم تاني. نازلي حبيبتي أنت جنيتي شي؟ مو وقت السمك وغير قصص هلأ أبداً، لسه 3 ساعات على كتب الكتاب. حبيبتي فتون، ليكي قديش الساعة وفريد لسه عم يشتغل بشركته، ليش لحتى ما أعمل مثله أنا؟ كتير قاتل حالي على هالجوازة، شايفتيني مجنونة حفلات ولا مجنونة أعراس؟ نازلي حبيبتي انت العروس وبيلزمك وقت لحتى تجهزي حالك اكثر منه. يي فتون، لك شو هالحكي هاد، على اساس ما بتعرفي يعني؟ ايه بنص ساعه بكون جاهزه، انتوا روحوا جهزوا حالكم. باي باي. يا الله دخيل. يا الله راحت. ما عم بفهم كيف بتفكر هالبنت، لازم تكون فرحانه ومتحمسه لانه رح تلبس فستان عرسها. متحمسه متحمسه، هاد كله من الحماس. عن جد؟ بس لانه خايفه من العين. الله يمرق اهل النهار على خير ونخلص. ألو ديما خانو. بالأول رح تروح لعند سامي بياع السمك وبعدين عكتب الكتاب، بتحبي أبعت لك العنوان؟ طيب براق، بدي إياك تبعت لي العنوان فورا. أهلا وسهلا. مبروك يا بيه. يا أهلا وسهلا. مرحبا. أهلين.
تعرف فريد، بحياتي أنا ما توقعت يكون زواجك عالضيق مثل مشايف هلأ. ما لازم نفكر بزواجي هلأ، لازم نفكر براكان. إيه طاهر؟ لقيت واحد من رفقات رؤوف بيعرف راكان؟ طيب طاهر، حاول إنك تتواصل معه. تمام. شو هالعروس هاي؟ حتى بيوم عرسها هي عم تشتغل مثل فريد بالضبط. وبما انه انت كتير مشغولة، شو علي اذا تأخرتي على عرسك وخلي فريد يجن؟ مرحبا قبطان، كيفك؟ أهلين نازلي. على أساس عرسك اليوم شو جابك؟ كنتي أجليها؟ مو مشكلة، مو حابة أجل شغلاتي لبعدين، بدي شوفه. كنتي أجيتي بعد يومين، شو رح يصير؟ يلا تفضلي. هلأ أنا رح ورجيكي السمك كله وإنتي شوفي شو بيلزمك، حصيهم وقرري. هيك رح أعمل، كلهم واصلين تازة؟ كلهم تازة، من شوي وصلوا. ليكي نازلي، اكتبي طلبيتك وأنا رح كمل شغلي. لا تنسي تسكري الباب لما تطلعي، تمام نازلي؟ خلص شو صار لك، لا تشيل هم، انسى. طيب أنا ناطرك برا، ماشي؟ يا سلام، والله تازة كتير. عن جد شكراً لك يا سامي، هاي خدمة ما رح انساها. صادوكن وأنا كمان في صياد صادني ورايحة على مكان أبرد كتير من مكانكم. 2 كيلو من هدول. We'll be right back.
رح سلم على رفقاتنا. سعيد بيك، كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله، وأنت؟ أنا بخير شكراً لك. وين الست إيمان؟ إيمان خانم برات البلد، صحتها تعبانة شوي ولهيك ما رح تقدر تكون معنا اليوم للأسف. أساساً فريد ونازلي حابين أن تكون حفلة العرس صغيرة للأصدقاء والمقربين بس. إيه فهمت. يلا بشوفكم، شرفتونا. حبيبتي كيف الأمور؟ كل شيء منيح. والله مو طبيعية. شو هالبنت هاي؟ في وحدة بتفوت على براد السمك بيوم عرسها؟ معقول تكون راحت من غير ما تودعني؟ يا الله دخيلة، أكيد مخها مشوش. يعني شو بدي أعمل؟ ما فيني أزعل البنت، اليوم عرسها وما رح أخذها. الله يسعدها. اللي عم دور عليه، لو باخد كل الصناديق ما رح اشبع منهم، بكفي ثلاثة. منيح طلعت بنتيجة حلوة وما تجمدت على الفاضي. بعرف انكم حلوين كتير، بس اذا ضليت شوي تانية رح اموت من البرد. ما في شبكة هون؟ شو صار له الموبايل؟ قدم لنا خدمات كتير والله، بس هلأ مات الله يرحمه. والله هيك الحياة يا معلم، مو طالع بإيدنا شيء، الموت بإيد الله. يعني رؤوف كان زلمة ثقة ومرتاح معنا لأنه دللنا، الله يرحمه. شو بدنا نعمل؟ هذا الشيء مقدر، كل شيء مكتوب على الجبين. مزبوط، الله يرحم ترابه. آمين آمين. طمني هلأ، إن شاء الله لقيتوا شيء زلمة منيح، يعني مثل رؤوف صادق ووفي وبينوثق فيه. ها؟ لقيت شاب منيح. طاهر، طاهر ابني. ليكني معلم اجيت. مرحبا، انا طاهر، تشرفت بمعرفتك راكان بيك. والله وانا يا طاهر، اهلا وسهلا. مامي علق موبايل ابدا. ليك هي اجت فتون. شو وصلت؟ لا والله ما وصلت، وعم اتصل فيها موبايلها مسكر. اوف، رح شوف فريد كيف بتعمل هيك. رح ارجع دقلها بس ما بعرف لي ما عم يعلق. شو لقيتها؟ لا، تليفونها لسه مسكر. شو هالحكيات؟ وانا كل شوي بروح على غرفة العروس وبقول بلكي بتكون وصلت. لما كنا بالمطعم قالت لي انه رح تطلع بعد نص ساعة وتجي لهون. وين بدها تكون راحت؟ أو يمكن هي ما بدها نتزوج. معقول هالشي؟ يمكن تكون توترت.
في حدا هون؟ شو ما عم تسمعوني؟ لازم روح على حفلة زواجي وكتب الكتاب. يلا يلا قبطان سامي. يا ربي دخيلك. افتحوا لي الباب. انا جوا البراد. لك افتحوا لي الباب. رح موت من البرد. اكيد انا رح اتجمد. فريد، يا ريت لو رديت وسمعت كلامك. سامحني.